السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زول في اللون بصوا ميزام. جيسبر كو تول موند فا بيان. حنا لاباس الحمد لله. طول شوية عليكم. نقول لكم ني عيفو ليسي ان بو طومبي و طومبي لا بوسيير. نقول شوية لو كالم. مي تسمى خيرت ان سوجي ستادير اون فا نديرو سوجي نديرو موضوع نهضرو عليه. الموضوع هدايا باش نفهمو شنو هي هاد السلوغان هدايا هاد الشعار هدايا مدنيه ماشي عسكريه. وعلاش كل الجيوش في البلدان العربيه حاكمه مثلا بما بحنا كيفاش كاين جيوش حاكمين وكاين ملوك حاكمين. استادير كيفاش لحقنا الدرجه هذه وعلاش عندنا دي زارمي هما اللي حاكمين في البلدان تاعنا دي مولي قاعدو حاكمين باسكو كاين بزاف الانظمه اللي طاحوا الجيوش تاعها. وعلاش هاد الحرب الشرسة تاع الإسلاميين ضد الجيش هذا لازم نفهموه. استادير الفيديو اللي راح نديرها صابات اون سيري دو فيديو ما نديرهمش طوال ماكسيموم 35 40 مينوت ماكسيموم هكذايا باش باسكو سوجي طويل طويل وفيه شواهد فيه نعطيكم دي دوكيومون تقدروا نتوما كان ديروا لا ريشيرش تاعكم سي تري امبورطون نتوما تحوسوا باش تكون عندكم ليدي تاعكم نتوما تكون عندكم فكره كانا صدير تقدر تكون ما تكونش داكور معايا بار اكزومبل ماشي مشكل بصح تحل ديبا باش نعرفوا شنو هو المشكل تاع الجيش مع الشعوب وشكون هو اللي حرض على الجيوش. حنا ماناش نقولوا باللي مليح يحكم جيش في بلاد افي ولكن باش نلحقوا حنايا الجزائر نخدموا على بلادنا حنايا وعلى الشباب تاعنا ولافونير تاعنا لازم نعرفوا شنو هو ما حنا من الاعراب في هاد كاع العروبه القوميه العربيه القوميه الاسلاميه فهمت كيفاش الديمقراطيه اللايكيه باسكو راحين حابين نبنيو بلاد. هاد البلاد باش تبنيها لازمك تكون مثقف سما تعرف وين راك رايح ماشي قال نحي ما كيروحوا كاع ومن بعد نشوفوا نو لازم تكون عندك اون في دو روت تكون خممت شفت باسكو تكون عرفت التاريخ والحاضر باش تقدر تروح للمستقبل. وحنا خلصناها دماء في التسعينات من هاد الهجمه هادي الشرسه هادي تاع الاسلاميين. اسكو سي ان بروبليم الجيريان اسكو سي ان بروبليم كي دات دوبي لونطون اسكو هكذايا باش نفهمو. كاين اللي يحب يعاود للخلافه العثمانيه مثلا يقولك الخلافه العثمانيه ملي طاحت حنا تكون تبحرنا وتقسمنا ودرنا وكذا كلي في الوقت العثماني كنا عايشين مليح هكذايا سي طابير. دونك باش نفهمو الانظمه العسكريه هذه اللي حاكمه كامل في مصر ليبيا كانت حاكمه الجزائر العراق سوريا لازم نعرفوا الحقائق وشنو هما الحقائق. هي يقول لك هي بدات كيما سقوط مثلا الدوله العثمانيه سايكس بيكو لي زاكور تاع اتفاقيه سايكس بيكو لي زاكور دو سايكس بيكو هما اللي قسموا كاع البلدان اللي كانوا في الموان اوريون. حنا اون في با بارتي باسكو حنا كنا مستعمر من عند فرنسا حنا جبنا الاستقلال تاعنا وحدنا لما داخلين لا في الثوره العربيه ضد العثمانيين ولا سايكس بيكو ولا حتى حاجه. حنا كنا ديجا تحت استعمار فرنسي اتراك راحوا سمحوا فينا وعطاو الجزائر كما يقول بون اتراك ماشي اتراك تاع اليوم العثمانيين تاع ذاك الوقت عطاو الجزائر لفرنسا هكذايا. دونك حنا باش نشوفو شكون كيفاش بداو لي كيفاش بدات سايكس بيكو هادي وكيفاش طيحو شكون يطيح شكون هو اللي طيح الدوله العثمانيه اللي راهم اليوم الاسلاميين كامل كما يقول لك يتلفظوا بها ويقول لك نعاودوا نرجعوا للخلافه ونعاودوا نولوا كذا واردوغان هو اللي عاود يولي وهو اللي يعاون كاع المسلمين. تسمى كي تسمع انت هكذا تقول باللي تسمى استعمرونا لي فرونسي ولي زونجلي صدموا على لي بي عرب وطيحوا لومبير اوتومان دونك سي فو. هما سي العرب والمسلمين هما اللي كانوا في هذه النهضه هذه ضد الدوله العثمانيه بمساعده الانجليز وفرنسا هكذايا. عندنا وثيقه هنايا باسكو كاين تضرب بار اكزومبل تحوس على سقوط الدوله العثمانيه تسيب دير ريشيرش ديالك هكذايا تسيب وحوس وقرا هكذايا. خدعة القرن الثورة العربية الكبرى بعيون بريطانية غادي نبداو هكذايا بعيون بريطانية اوكي. دونك
يقول لك تمثل وثائق الأرشيف البريطاني المرفوع عنها السرية كنز تاريخيا يشرح خلفيات الأحداث الكبرى التي وقعت في قلب العالم الإسلامي، ويوضح كيفية تشكل خارطة المنطقة مطلع القرن العشرين. لماذا حرض الإنجليز شريف حسين على الثورة؟ الإنجليز هما اللي حرضوا على الثورة. مثل دخول تركيا الحرب العالمية في 1914 بجوار ألمانيا خطر كبير على مصالح بريطانيا، عبرت عنه بوضوح مذكرة استراتيجية أعدتها الدائرة السياسية البريطانية في وزارة الهند، قائلة أن المخاطر تمثل في الخوف من ثورة للمسلمين في مصر والهند ضد الوجود البريطاني وإحياء فكرة الوحدة الإسلامية مجددا. ما كانوا خايفين المسلمين يديروا في الهند وفي باكستان وفي مصر كونتر لي زونغلي، ويحاولوا يديروا لينيون إسلامي كما يقول. الوحدة الإسلامية آنذاك إلا وهي الحكومة التركية. بدأ الإنجليز مبكرا في مراسلة شريف مكة الحسين بن علي لتشجيعه على الثورة ضد الوجود التركي في الحجاز، واعدين إياه بمنصب الخليفة. وفي 30 أغسطس 1915 أرسل المندوب السامي البريطاني في مصر ماكماهون للأرشيف رسالة تحريضية قائل له إن جلالة ملك بريطانيا العظمى يرحب باسترداد الخلافة إلى يد عربي صميم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة. قالوا له يا ودي احنا لبريطانيك نعطو لك الخلافة لك، ماذا بنا تعاود تولي الخلافة لعرب واحد عربي. شو كيفاش حرضوه لي زونغلي. وأخذ ماكماهون يخاطب الشريف بألفاظ التعظيم، فرسله في 10 مارس 1916 قائلا إلى ساحب ذلك المقام الرفيع للحسب الطاهر النسب الفخر قبلة الإسلام والمسلمين، معدن الشرف وطيب المحتد سلالة مهبط الوحي المحمدي، وعلى استجاب الشريف المحمدي الشريف ابن الشريف صاحب الدولة السيد الشريف حسين بن علي أمير مكة العظيم زاده الله رفعة. شوف كيش كتب له تاع الانجليز عطاه بيان. وعلى استجاب الشريف للإغراءات وأعلن الثورة على العثمانيين في 10 يونيو 1916، ما أسعد ماكماهون الذي أرسل إلى وزارة الخارجية في لندن في 14 أغسطس 1916 قائلا إن لدينا فرصة فريدة قد لا تسلح مرة أخرى في أن تؤمن بواسطة الشريف نفوذ مهم على الرأي العام الإسلامي والسياسة الإسلامية، وربما نوعا من السيطرة عليهما. أمدت بريطانيا الشريف بالمال والسلاح في خلال العام الأول فقط من ثورته، أعطته 71 ألف بندقية وأكثر من 40 مليون طلقة، بل وأرسلت إلى نجل الشريف فيصل وعلي 1000 سيجارة لكونهما المدخنين الوحيدين في عائلتهما. كما عززت بريطانيا جيش الشريف بإعداد كبير من الأسرى العرب التابعين للجيش العثماني. وفي رسالة طريفة نصح الدبلوماسي البريطاني سايكس الجنرال كليتون في أكتوبر 1917 بالتوجه إلى معسكر الأسرى العرب ليخطب فيهم قبل التحاقهم بالشريف قائلا: هل من واجبي أنا الإنجليزي أن أذكركم بآل بيت علي ومعاوية والعباس وبأولئك الأبطال الذين صنعوا أمجاد العرب في العالم؟ بالتأكيد أن ضمائركم تقول لكم ذلك، ولكنني كرجل إنجليزي سأقول لكم التالي: إن أمبراطوريات العرب دمرت وجعلت ترابا بالخلافات والتكاسل، وإن نير الترك كبل أعناقكم 900 عام لأنكم اتبعتم أهواءكم ولم تكونوا متحدين أبدا، والآن بيدكم الفرصة التي إذا أضعتموها فلن يغفر الله لكم. إن من الأفضل أن يكون المرء طاهبا في السرية العربية من أن يكون وزيرا خاضعا للأتراك. كيفاش حرضوا العرب على الترك؟ تضيد على الدولة العثمانية، هادو لي زونغلي قالوا انتم كسلاء درتوا كدا وربي ما يغفر لكم، شو بدا هضر لهم بالدين، هذا انجليزي تضيد باش داروا هادوك أحلام الشريف وخدعت القرن. كيفاش خدعوه؟ انتهت بالخلافة وتولي خليفة كيما راهي صايرة دوك لا ميم شوز. أبري بالربيع العربي هذايا وبدا طيحوا الأنظمة والجيوش وبدا نقلك وبعد ديروا خلافة. شايف هكا تخلطت كامل كيما يقولوا، إن شاء الله نحكوا ليها في الفيديو الجايين بالعقل بالعقل نروحوا باش نفهموا، نعطيو ديجا نظرة هكذا على لي زاكور دو سايكس بيكو. سي تري امبورتون. عاش الشريف أحلاما وردية
مصدقا أن بريطانيا ستهب حكم الجزيرة العربية والعراق والشام وفلسطين، حتى أن نجله فيصل عندما قال له ماذا ستفعل إذا افترضنا أن بريطانيا العظمى لم تنفذ الاتفاق في العراق؟ احتد عليه الشريف قائلا: ألا نعرف بريطانيا العظمى؟ إن ثقتي فيها مطلقة. وفي فترة مبكرة حرصت بريطانيا وفرنسا على جس نبض الشريف، فقابله الدبلوماسيان البريطاني سايكس والفرنسي بيكو في 24 ماي 1917 ليستطلع رأيه بخصوص مدى قبوله سيطرة فرنسا على سوريا، فأجابهما قائلا إنه لا يمكنه أن يكون طرفا في عمل يرمي إلى تسليم مسلمين لحكم مباشر من قبل دولة غير إسلامية. وجدير بالذكر أن بريطانيا وفرنسا وروسيا القبرصية القيصرية قد تقسمت تركة الدولة العثمانية بينها في اتفاقية سايكس بيكو في 1916، وحرص سايكس في برقية أرسلها إلى وزارة الخارجية بلندن في 17 مارس 1916 على التوصية بكتمان بنود الاتفاقية عن زعماء العرب. داروا اتفاقية بس قد كبيها العرب ما توريها لهمش. جاءت الرياح بما لا تشتهي السفر، إذ اندلعت ثورة البلاشفة الروس لبولشيفيك الروس في أكتوبر 1917، ونشر البلاشفة الوثائق السرية التي عثروا عليها في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة بيتروغراد، ومن بينها اتفاقية سايكس بيكو. فوصلت أنباء الاتفاقية إلى الشريف، فبادر للاستفسار عن حقيقة الأمر، وهو ما شرحه المندوب السامي البريطاني، وينعث في رسالة إلى وزير خارجيته في 16 يوليو 1918 قائلا: لي بولشيفيك قلبوا البوفوار في لاروسي كما يقول لك القيصرية هكذا، و داو الحكم، جبدوا لي دوكيمون سكري اللي كانوا عند الروس، كان على زاكور تاع سايكس بيكو وكذا، هوب وعطاهم العرب، قالوا حين يخدعوكم وكذا. شريف كتب بريال واسمه يقول لك: إن ملك الحجاز قد أرسل برقية شديدة إلى وكيله موعزا إليه بالقيام بتحقيقات عن الأنفاق البريطاني الاتفاق البريطاني الفرنسي ونطاقه، ولابد أنك تتذكر أن الملك لم يبلغ قط باتفاقية سايكس بيكو بصورة رسمية. نصحت الوكيل أن يقول أن البلاشفة وجدوا في وزارة الخارجية بيتروغراد سجلا لمحادثات قديمة وتفاهم مؤقت وليس معاهدة رسمية بين بريطانيا وفرنسا وروسيا، وصدق الشريف تبريرات الإنجليز بل وهنأهم بكل سذاجة على سيطرتهم على القدس قائلا: إن هنا النبأ مستلزم للفخر العظيم، ظن منه أن المدينة ستدخل ضمن نطاق مملكة المنشودات. ما كدوا القدس وكدا قالوا تسمى سيبو راح يعطوني القدس ويعطوني كاع لي بيا راه ندير خليفة أنا. قالوا لي: ودي هذه ماشي اتفاقية، هذه قصرنا عليها بصح ماشي اتفاقية رسمية. وعقب انتهاء الحرب احتلت الجيوش الفرنسية سوريا وطردت منها فيصل نجم الشريف وليد الشريف، كما فرضت بريطانيا الانتداب على فلسطين وبدأت في توطين اليهود. فرفض الشريف حسين تلك الإجراءات وامتنع عن التوقيع على معاهدة فرساي، فتخلت عنه بريطانيا ووجهت دعمها كله لأمير نجد عبد العزيز بن سعود تاع اللي دار السعودية، الذي اجتاح الحجاز عام 1924، ما اضطر الشريف الى الهروب الى العقبة ليجبره الانجليز على مغادرتها للعيش في منفى الاجباري في قبرص. بعثوا هو لقبرص وعطاو الآل سعود عطاو لهم الحجاز. وبذلك تحققت استراتيجية بريطانيا التي عبر عنها مدير الاستخبارات العسكرية البريطانية في القاهرة قائلا في فترة مبكرة في 1916 أن هدف الشريف هو تأسيس خلافة لنفسه، نشاطه يبدو مفيد لنا لأنه يتماشى مع أهدافنا الآتية، وهي تفتيت الكتلة الإسلامية ودحر الأمبراطورية العثمانية وتمزيقها. إن العرب هم أقل استقرار من الأتراك، وإذا عولج أمرهم بصورة صحيحة فإنهم يبقون في حالة من الفسيفسات السياسية كما رأنا اليوم. يقول تسمى هاد العرب هادو ما كل يوم متقسمين كل يوم كدا تراك يسون بلو أورغانيزي، تسمى كنخلو العرب نخلوهم في الفسيفسات تاعهم السياسية. مجموعة دويلات صغيرة يغار بعضها من بعض غير قادرة على التماسك، وإذا تمكننا فقط من أن نضبر جعل هذا التغيير السياسي عنيفا فستكون قد ألغينا
خطر الإسلام بجعله منقسما على نفسه. هذا سي لو بلان. الناس تجي تقول لك مثلا الغرب حب يستعمر الإسلام والبلدان الإسلامية، إيه بصح بصح هما انتيليجونمون خدموها، خدموها باش باسم الدين وباسم العروبة. هذا اللي يقول لك العروبة والإسلام، هذا منطق إنجليزي فرنسي، منطق استعماري. استاذير ايا انتم العرب والمسلمين وبلاد الشريف، الشريف محمد صلى الله عليه وسلم الدين تولي لكم الخلافه وكذا، وطبقوها لهم، طيحوا الامبير الاوتومان، قسموا لهم البلاد، حطوا ليك الحجاز ال سعود، قال خليهم نديروا هكذا دي بتي بي، يتمحوا بيناتهم يتقاتلوا بيناتهم ما يتفاهموش، وهكذا كان الغنى عين الخطر الاسلامي، ما كان لا نحاربوها، خليهم في حروب. هذه سي لا تاكتيك. كاين الناس اليوم يجبدوها يقول لك وي حنا وني داكور سي صا، بصح حنا الجزائر واش هو ما حلنا من الاعراف في هذه القضيه كامل. حنا كجزائريين لازم نعرفوا هذا التاريخ واش صار. دوكا ديك حنا راهي هجمه عينه شرسه، دوله عربيه مسلمه، دوله عثمانيه، ما نعرفوش شنو الاتراك الخلافه هكذا، نحق حتى لينا صاحبي قسمتنا حتى داخل الجزائر. هذا كاع سي لافاك هذيك تاع ندخلوا في هذه المنظومه هذه باسكو حنا نهضروا العربيه مسلمين، دونك شغل الدراع علينا سي بورو حنا كوانسي في هذا البروبليم هذا كي ني با لو نوتر اون فيريتي. هكذا اللي نوت دون لو سونس وي سيتي مسلمون كيما حنايا مسلمين لازم نتعاونوا لازم ني داكور، بصح الا هما سودج هكذا وكافيا ما نقدرش نروح معاك انا باش تقطع لي راسي. فهمتوا القضيه؟ دونك هذه وحده، دونك عرفنا وشنو هما اتفاقيات سايكس بيكو، كيفاش نداروا، كيفاش كذا. دونك هادو لي زونغلي ولي فرونسي وكذا داروا في لي بيي هادوما لي قسموهم، داروا دي روا ملوك تحت يدهم، استقدروا هما لي يحكموا فيهم. كان لي حطوه في الاردن كيما هذا تاع الاردن باباه وجده وكذا، الاخر حطوه في العراق، حطوه في مصر، في ليبيا، داروا كاع هادوما حطوا دي روا يخدموا تحت الاستعمار الانجليزي دي بونتان ديالهم. اليوم يجي يقول لك مثلا الجيوش العربيه ولا الانظمه العربيه دارهم الاستعمار قبل ما يروح بلاصاهم، بلاصه هذه الانظمه هذه. اوكي تقول داكور ما هادو العسكر داروهم الانجليز، ما عايز اقول ساكس بيكو احنا هذا واش راح نشوفوا هكذايا. يقول لك العسكر جاو على الدبابه وغير الانقلابات، البلدان العربيه كاع انقلابات وكاع الجيوش كيما تسمو هذوك رشاد يهضروا على مصر وعلى والانقلابات والجزائر انقلاب والجيش انقلاب، انقلابيين ما انقلابيين. علاش صاروا الانقلابات هادوما وهاد الجيوش اللي حكموا البلدان هكذايا، علاش داروا هاد الانقلابات وعلم من داروا الانقلابات هادوما؟ هادو الانقلابات جوستومون الجيوش هادو داروهم ضد الملوك اللي حطوهم الانجليز يخدموا عليهم، وكانوا كاع سو بروتيكتورا اونجلي، يدوا الخير والبترول ويدوا كذا ويدوا الاخر، وحاطين الملوك هما اللي يحكموا. هاد الجيوش هادوما هما اللي قلبوا هاد المملكات، هادو هما اللي قلبوا هاد المملكات وداروا دي غوفرنمون ميليتار لايك، وبناو دي ناسيون، حكموا لي ناسيون اللي قسموهم سايكس بيكو، كل واحد دار لا ناسيون ديالو، وخلقت منها القوميه العربيه ماشي الاسلاميه، القومية العربية بجمال عبد الناصر صدام حسين كامل. داروا قبل هذاك لي زونغلي قبل ما قبل ما يديروا كي داروا لي روا هذوك منا، حبوا يديروا سكون ابل لو باك دو بغداد، اتفاقية بغداد باش يطموا الجيوش. مثلا دوك نشوفوا لهنا لو باك دو بغداد، اوكي لو باك دو بغداد اوكي. دونك لو باك دو بغداد هنايا سي كوا لو باك دو بغداد؟ شوفوا باش تعرفوا بلي لي زونغلي هما اللي كانوا حاكمين كاع موان اوريون بلي باك ديالهم بالملوك ديالهم. اوكي يقول لك لو كونتكست دو لا غير فخوا لي تا لوريجين دو باك دو بغداد، باسكو دخلت من بعد هذيك لا غير فروا دابري 47 بين لي روس ولي زامريكا، يضربوا على النفوذ وهذا هو اللي لحقوا ليهم بعد. بغداد دي نوفال اليونس ديفونسيف دون ليتاب انيسيال اي لا سينيرتور دان تريتي انتر ليراك اي لا تركي،
بين العراق وتركيا سينيا لو رويوم اوني لو باكستان اي ليران ليران تاع بارنابي لو راتيفران ا لو رتور او كور دو 1957 مي با لي ايتازوني كي كولابور نيوموان دو بري ا لا ميس سور بي اي فونكسيونمون داليونس. يقول لك باكت ميتويال كوبيراسيون قدامنا لهيك alors donc considérant que les nations américaines et fraternelles existent entre l'Irak et la Turquie sont en constante évolution et afin de compléter le contenu du traité d'amitié que sont le voisinage conclu. Je vous montre l'article plus simple, je te fais un mot. Ok. Traité d'organisation du Moyen-Orient, plus communément appelé pacte de Bagdad, a été signé le 24 février 57 par l'Irak, la Turquie, le Pakistan, l'État impérial d'Iran et le Royaume-Uni. Les États-Unis unis rejoignent le comité militaire de l'Alliance en 1958. Le pacte sera rebaptisé Organisation du Traité Central. Ok? Ou Sainte-Tho. Donc, après le retrait irakien le 24 mars 1959, il s'inscrit dans l'acte de la politique de l'endiguement menée par les États-Unis lors de la guerre froide, dont le but était de ralentir la montée en puissance de l'Union soviétique au Moyen-Orient à travers la mise en place de ce que l'OTAN appelle un cordon sanitaire. شغل لوطون هما اللي داروا شغل لي زارمي تاع البلدان هادو اللي خلاوهم لي زونجلي ديالو تاعهم باش يتقتلوا لا تركي بون تركي عطا تركي ما كانش زونجلي معاهم تما هو اللي حاكم بصح هو كان الي تاعهم من بعد عطا تركي العراق باكستان كدا كان الي تاع لي زامريكان داروا هاد لو باك دو بغداد شغل اون ارمي باش يحسوا على لونيون سوفيتيك باش لونيون سوفيتيك ما تحمش هاد البلدان هادو ما زعما. Alors, la mise en place de l'Alliance Atlantique et de l'OTASE provoque une levée de bouclier au Moyen-Orient. L'Égypte et la Syrie, mais aussi les partis politiques de gauche, dénoncent ce pacte impérialiste, allant à l'encontre de la politique de neutralisation positive prônée jusqu'alors. L'organisation, peu efficace dans les faits, est dissoute en 1979. Je dis, ils l'ont dissoute. Pacte de Bagdad. L'Égypte j'en compte, la Syrie j'en compte. Bahmati ou les rois. T'es l'anglaise. Ou bon, la Syrie n'hawla la protecteur la France et khadjou l'estiaman fiancé. Hagdaya. Donc, Hadi, après le pacte de Bagdad, Hadaya, ma les rois les hadou les canou hakmin, choufou, thoralat li darouhum le djouyouch, bach tayhou l'oumala, n'ta l'anglaise. T'as les britanniques, gagne l'occident qui me colo, c'est-à-dire qui bach tayhou l'oumala hadouma. Nous l'oumou l'bdaou, choufou, اللي كان واش حطوا الانجليز باش نعرفوا واش حطوا الانجليز كي راحوا. يقول لك الملك ملك فؤاد الاول بابات فاروق يطيحوا جمال عبد الناصر. اوكي الملك فؤاد الاول هكذا شوف الملك فؤاد الاول هاوليك دونك الملك فؤاد الاول هذايا شوف واش يحكوا عليه شكون اللي حطوه في الحكم في مصر وما يقول لك الانظمه العسكريه حطوها وبدا هاد الانظمه اللي عندنا ما حطوها للويرسي فو تبعوا مليح. فؤاد الاول ابن الخديوي اسماعيل 26 مارس 1868 مات 28 افريل 1936 سلطان مصر من 1917 الى 1922 تسمى 17 مع سقوط العثمانيين بدات لاكير. والدته هي الزوجة الثالثة للخدوي اسماعيل أميرة فريال هاتم. يقول لك الوغ على فؤاد اثناء فترة إقامته في إيطاليا فسافر إلى تركيا من أجل مقابلة السلطان عبد الحميد والتوسط حتى يعود لمصر. وبالفعل أمر السلطان بعودته إلى مصر وألحقه بالعمل في الجيش المصري هذا كي كان مازال لومبير أوتومان. وبعد عودته إلى مصر 1998 عين بشؤون الثقافة ورأس اللجنة التي تولت مهمة تأسيس وتنظيم الجامعة المصرية الأهلية عام 1906 ثم صعد ليعتلي العرش عقب وفاة أخيه السلطان حسين كامل عام 1917. وكان المفترض أن يتولى كمال الدين حسين بن السلطان حسين كمال العرش خلفا لوالده إلا أن السلطات البريطانية تدخلت من أجل تنصيب أحمد فؤاد على عرش مصر دير داروه لي بريطانيك هما اللي داروه. ومن بعد حكم ولدو فاروق
هكذايا نزيدو نجيو نشوفو من بعد كيفاش طيحوا هاد الانظمه هادي كامل تاع الاول سيتي العراق، هي كانت العراق، هي كانت العراق حركة تموز 1958، وتعرف أيضا بإنقلاب ثورة 14 تموز. سي بوا ويكيبيديا تلقاوها ولا تحبوا كاين دي جورنو كاين كدا، مي باش نروحوا السابل برك من بعد نتوما ديروا لي ريشيرش ديالكم، بعد سي طافو دو شارجي باش تكون عندكم نظرية تاعكم باغ إكزومبل. هكدايا حركة 14 تموز 58، وتعرف أيضا بإنقلاب تموز 58، وهي التي أطاحت المملكة العراقية الهاشمية التي أسسها الملك فيصل الأول تحت الرعاية البريطانية، وقتل على أثرها جميع أفراد العائلة المالكة العراقية ومنهم الملك فيصل الثاني وولي العهد عبد الإله ورئيس الوزراء نوري سعيد. قام الإنقلاب بتأسيس الجمهورية العراقية وبقي العراق دولة اشتراكية ذات حزب واحد بحكم الأمر الواقع من 58 إلى 2003. تبع هذا الإنقلاب إنقلابات أخرى أطاح بعبد الكريم قاسم وأعدم في إنقلاب 8 شباط 1963. استدير هذا الانقلاب هذا الاول تاع العسكر اللي جاو فوق الدبابات، جاو نحاول المملكه اللي كان دارتها بريطانيا وحكموا هما وداروا جمهوريه. اوكي دوك نزيدو نروحو نشوفو نشوفو مصر، نشوفو ليجيبت، شوف بابام لو 23 جويلية 52 ناصر رونفرس لا مونارشي اون ايجيبت، بدا ناصر الاول ومن بعد العراق اون 58 هكذايا. Dans la nuit du 22-23 juillet 52 un groupe de jeunes officiers libres prend le pouvoir en Égypte et renverse le roi Farouk premier sans effusion de sang. Il installe à la tête du pays le général Naguib et restaure la pleine indépendance du pays après 70 ans de tutelle britannique. Mais ce n'est pas tête, les Britanniques. Hadou, c'est l'Égypte. Ou Jamal Abdel Nasser. Ok, donc on a l'Irak, on a Jamal Abdel Nasser. Donc je fais la Syrie. La Syrie, c'est une autre histoire. D'ailleurs, la Syrie, mais quand je fais un roi, par exemple. La Syrie, mais quand je fais un roi. Ok, ou bad, bon. العراق ومن بعد جا نوتر كو ديطا ومن بعد حتى جا صدام حسين تاع 63 داروا كو ديطا بصح صدام حسين كان فيس بريزيدون حتى 79 بصح كانت بارتي البعث البعث ستادير صاي توجور ايتي هكذايا مع الاول كاع لو ديبار كامل صاي تي دي كو ديطا ميليتار كونت لو رويوم بريطانيك كونت لي زاكور دو سايكس بيكو كوا لي زاكور كلاهم هكذاك بصح كونت العملاء نتاع واسمو. La Syrie, c'est un peu plus compliqué, par exemple. La Syrie est ouïe, là. Quand le pays se libéra de l'occupation ottomane près de la révolte, après la révolte arabe, les forces arabes entrèrent à Damas en 1918. Un royaume arabe syrien indépendant fut alors créé. Faisal, issu de la famille Hashimite, frère d'Abdullah ibn Hussein, en sera le premier et dernier roi. Hattouh les Français. Dakhloum les Français en 1918. D'ailleurs, le royaume arabe, hattouh adal Abdullah ibn Hussein. En effet, l'indépendance du royaume cessera après l'occupation du pays par les forces françaises en 1920. Après la bataille de Khan Meysaloun en juillet 1920, la colonne du général Goybet entra à Damas. Les Français imposèrent leur mandat dans le pays, ce qui entraînera l'exil de Faisal en Irak. La France et le Royaume-Uni, qui se disaient alliés des forces arabes de Faisal, s'étaient mis d'accord pour se partager le Proche-Orient. هكذايا دونك كي استقلوا من بعد وكذا ابخي لاكور دو سايكس بيكو لي فرونسي لي بريتانيك سو ريبارتير ادمينستراسيون دو تيريتوار ادمينستراتيفمون لو تيريتوار تقسمو لو تيريتوار دو لومبير اوتومان دي شي كريا دي كرينها tu vois on bat terre par exemple coup d'état de Chichapé à la fin du mandat français entraîna une très grande instabilité en Syrie. Après la guerre israélo-arabe de 48, le colonel Husni Zaim procède à un coup d'état en mars 49, d'un coup d'état de 49. هكذايا حسني الزعيم ميتون فان ان سيستيم بارلمونتير سيريان يديروه لي فرونسي. انتون سعدي لو بريزيدون فونداتور دو بارتي سوسيال ناسيونال سيريان دوا فيغ لو ليبان و الى ايتي كونداني ا مور وكذا بنا بابا ومن بعد نجو نعاودو نولو الوغ
gouvernement bassiste, حتى نجا حفظ الأسد. كانوا توجور كيما يقول لك quelques mois d'intervalle, le parti Baath procéda également à un coup d'État en Irak. Le gouvernement syrien réfléchit à nouveau à l'éventuel d'une union entre l'Égypte, l'Irak et la Syrie. Un accord fut signé au Caire le 17 avril 1963. كي داروا كاع هاد لي كو ديطا هادو يحكموا لي ميليتار والبارتي الباس في العراق بصدام حسين و واسمو كيش يقولوا لي جيبت كلش حبوا يديروا لينيو عرب القوميه العربيه وهاد الناس هادو ما اللي يحكموا هادو كامل راح يميلوا جهه لي راساس باش يسلحوا الحب باسكو عندهم بروبليم تاع اسرائيل بروبليم اسرائيل C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'exprimer aux Américains ou à l'Anglais. Donc ils doivent automatiquement vers la Russie. Et là, il y a l'utilisation et l'instrumentalisation des islamistes pour qu'ils aient d'abord ces pays. Pour qu'ils aient d'abord ces pays qui sont en train de faire. Parce que les pays comme l'Irak ou la Syrie ou là, quand tous les jours, le coup d'État ou le coup d'État, ils ont déjà fait l'Asie pour stabiliser à 30 ans ou les pays. Ils ont stabilisé le pays. Jamal Abdel Nasser, on va être mort, parce qu'il y a des pays qui ont une stabilité du pays. En Irak, Saddam Hussein, حتى وين قتلوه, il y a une stabilité du pays. هكذايا, parce que فيها بزاف الإثنيات, la zone هادي كاع, فيها لي إثني, فيها الدنيا, قسموها لبنان, فلسطين, حتى واليهود, داروا لا سيري, ليجيب, حبوا يديروا لونيون بالقومية العربية. ديروا لونيون بالقومية العربية. تروحوا شوفوا لا ليبي. Ce jour-là, le 1er septembre 69, le colonel Kadhafi renverse la monarchie libyenne. Alors, c'est contre l'Égypte, c'est contre l'Irak. Ça a été le Bachar el-Assad des années 70. 69, quel Kadhafi. Dans la même période à peu près, en 12-14 ans. Dans la nuit 31 août au 1er septembre 69, le trône du royaume de Libye devient vacant. Le vieux roi Idriss, premier de Sinousi, est en voyage à Bursa, en Turquie, quand un groupe de jeunes officiers tente un coup d'État qui va changer le destin du pays. Un coup d'État ganté de vélo. En fait, quand ils ont le coup d'État, d'ailleurs, à 5h du matin, le prince héritier Hassan al-Dansnoussi et d'autres personnalités de l'ancien régime sont arrêtés, ainsi que l'autre Tripoli et Ben Namalik. Aujourd'hui, c'est réalisé votre rêve socialiste, votre rêve de liberté et d'union. Donnez votre appui total à la révolution issue de la terre grâce à vos fils et à votre armée. L'armée du peuple libyen. Peuple libyen, nous nous sommes révoltés pour votre honneur, pour que vous repreniez votre parti usurpé. Nous nous sommes révoltés pour hisser haut l'étendard arabe. Relevez la tête, frère libyen, et donne ton appui total, marche avec le cortège de la révolution victorieuse. L'ombre de l'Égypte n'en sait rien. Sur le moment, très peu d'informations fuites sur les acteurs du coup d'État, généralement bien informés, les chanceliers occidentales. Bon, Badouen Halhoum. Donc, il coule que l'établissement d'un régime révolutionnaire socialiste attaché à leur propre réalité locale, anticoloniale et tiers-mondiste. L'appellation d'officier unioniste libre n'est pas sans rappeler les officiers libres égyptiens dirigés par l'ancêtre du coup d'État de 52. Et pour cause, l'ombre d'Oum el-Dunya, la mère du monde, du nom de l'Égypte. C'est-à-dire, alors, Dhar al-Qaddafi le 8 septembre, ومن بعد خرجوا لي باس تاع الامريكان والانجليز اللي كانوا تما لي زونجلي اللي كانوا تما في اسمو كانوا عندهم دي باز في ليبيا مع رواس نوسي ولي زيطاليا بدا خرجوهم خرجوهم قدافي نحالهم البترول هذاك ناسيوناليزاه سيتادير بدات الحاله شغل يحكموا دي ميليتار في الجزائر قبل قدافي و 65 كاين يعني كو ديتا تاع بومدين طلع ان كولونيل تاع لارمي يحكم الجزائر سكيفي ولات كاع مستفا هكذايا وداروا شغل كون ابل القوميه العربيه لايك ماشي دول دينيه دول عسكريه حنا هذاك من استقلينا البلاد لازم تحكمها دو فورس باسكو عندنا كان لي زيتني وعندنا كذا بارتو تسمى الناس هذو اللي يقول لكم باللي هذه الانظمه الوظيفيه حطوهم الاستعمار قبل ما يروحوا يكذبوا عليكم ما كاش منها الانظمه الوظيفيه هي اللي حطوها بمساعده المسلمين والعرب اللي يطيحوا الدولة العثمانية اللي اليوم راهم يبكيو عليها وحطوا لهم دي روا الدرع حتى جاو لي ميليتار باش حروهم فهمتوا من ذاك الوقت هي هاد الحرب ضد الجيوش لان الامريكان ولي زوغلي وكدا داير عايشين كاع عندهم راكم تشوفوها بعينيكم عايشين في الانجليز وعايشين في لاسويس وعايشين في الامريكان دايرين لي سيتوانتي ويضربوا في الجيوش تاعهم
علاش؟ باسكو لي زاميريكان بعد خداو لو رولي في بلاص لي زونغلي، نجو ليها بالعقل هذه، ومن بعد هما اللي حرضوا لي فران ميزيلمون باش يدوروا على الانظمه هذه العسكريه، انسي كو مع السعوديه اللي كانت تعاونهم، كانت تعاون لي فران ميزيلمون تخلصهم وتخبيهم عندها، باسكو كانوا كونتر ناصر اللي كانوا يهربوا من ليجيب، كانوا يروحوا لارابي سعود، كانوا متفاهمين بيناتهم. بعد نشوفوا كيفاش قلبوا الموفمون، وعلاش ما متفاهمين اليوم باللي فران ميزيلمون والسعوديه وتركيا علاش ما يتفاهموش؟ تسمى راهم في حرب بيناتهم ديجا، ويحب يجي في البلاد يقول لك حنايا دوله مدنيه ماشي عسكريه، هي دوله دينيه ماشي مدنيه يحوسوا عليها. فهمتوا كيفاش؟ هذه كاع سي ليستوار باش تعرفوا هاد لا بروميير بارتي، تعرفوا في هاد لا بروميير بارتي باللي سوني با ماهمش الاستعمار اللي خلى هاد الجيوش، سي فو، يكذبوا عليكم، او كونترار، هاد الجيوش داروا لهم الاخوان المسلمين والمنهج الاسلامي هذا كيما داروا للشريف الحسين ف لي زاكور اللي قبل لي زاكور تيكسبيكو، كي قالوا له يا ودي نحطوك خلافه ونردوك عربي وكذا، هذا واش غنى واش راهم يغنيو لهم ديبي دي سيكل، ديبي دي ديسيني وانا نقول، راهم يغنيو لهم فيها ديبي 45 هما يغنيو لهم فيها، وهما رايحين على راسهم رايحين على راسهم، كيما داروا الحماس اخوان المسلمين باش يضربوا الوالبي في فلسطين، باسكو الوالبي سيتي لايك، الوالبي كان عنده علاقات مع مع الجيوش هذه، تسمى حنا مازلنا في حرب، مازال ما استقليناش حقيقة، باسكو حنا مادا بينا نروحو للديمقراطية بيان سير، بصح ما نروحوش للديمقراطية بلا ما نعرفو ورانا رايحين، ولا علاش رانا رايحين، كيفاش راح نديرو هاد الديمقراطية، كيفاش راح نديرو هاد الحريات، كيفاش راح نتفاوضو مع الجيش هذايا، لازم يكون عندنا ثقافة خشينة بزاف، باش نعرفو ورانا رايحين، أنا داكور حنا الجيش مادا بيه يدخل كازا نولي بروفيسيونال، بصح إذا كان طيح العقيدة تاع الجزائر طردني كيما تاع الحجاز هذاك اللي نحب الدوله العثمانيه وتحت لي زونغلي ومن بعد يعكسوها له، لا لا خويا نو ما كاش منها هذه، امان البلاد هو الجيش دابور، حنا كشعب كسياسيين ولا كمثقفين ولا كيما يقول لك شباب تاع لي زونيفرسيتي ولا اللي يقراو سيونس بوليتيك ولا كذا، هادو هما اللي عندهم دروا يهضروا، باسكو علاش؟ هادو لازم يديروا بحوث ويعرفوا ورانا رايحين. باش كي نقعد غدوه اونفاش نقريحه مثلا نقول له اوكي حنا قابلين باللي هاد البلاد ما تباعش وانتوما امان البلاد يا با بروبليم، على بالنا المشكل وين راه، نقدروا نهضروا، يشوف عندك اون فيزيون تاع البلاد، يشوف عندك اون فيزيون صحيحه، تعرف التاريخ وعلاش كاين المشكل هذا تاع الاسلاميست مع الجيش بارتو عندنا في مصر اليوم، طيحوا كاع الجيوش ومن بعد نجوك انا كيفاش دخل في اللعب اسرائيل، كيفاش دخلوا في اللعب ولي ولي لو بلون دو ايدو ديمون، كيفاش يقول لك لازم نطيحوا الجيوش باش نفركتوا البلدان، طيحوا الجيش في العراق، شو صار صار في العراق؟ شيعه سنه اكراد دخل داعش، الدنيا دخلت لحدنا اليوم، ايرانيين تما الدنيا خلاص ولات كيما يقول لك نيجيريه، باسكو علاش؟ باسكو كسروا الجيش العراقي، الجيش العراقي كسروه ما عندوش جيش، شوف لا سيري واش صار، حبوا يكسروا الجيش، شوف لا كار اللي داروها، ريبوا كاع بلادهم. علاش باش يكسروا الجيوش؟ شوف مصر مزيان الجيش تاعهم قوي عاود دار كودي طاوع وتحكم البلاد، برومو كان تروح كان يدخلوا في حرب في سوريا، مرسي كان تروح لجبت. شوفوا ليبيا تاع القدافي راح الجيش ما كانوا كواكو ما عندوش جيش صحيح ولكن كان شايد، راحوا جابوا له لوطون بومبارداو البلاد قتلوا الاخر كسروا الجيش تاعهم ولاو ميليشيات يحكموا، جا حفتر حطوه لي زاميريكان يلعبوا به كيما يحبوا من داك الروس من داك الامريكان من داك كذا، الاخرين الارهابيين كاع تاع طرابلس ودخلوا في ليبيا، علاش؟ ما كانش الجيش. وهذا سي ان بلون بيان 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 اتيدي، سي اون غير اونتر الاستعمار والجيوش تاعنا. كاين يقول لك مثلا اه دوكا بوطونا دير دير، علاش بوطونا غلبوا حزب الله اسرائيل في 2006 ما تبقاش عطاهم حتى الموت. الحرب عقيده ماشي بوطونات. باسكو يحبط يحبط الميدان، عنده يبومباردي يضرب، بصح لازم يحبط باش يربح. هذه هي القضية. وتنجم تضربو كيما يضربك تنجم تضربو، ديرها مليح في بالك. نقول لك لو ميسيل لو بلو بريسي سي لاتر هومان. دونك غادي يجي يخرط عليكم، ها هو الجيش تاعنا فاب، دوكا ما يديرو لي زوبيراسيون بالبوطونا يضربك يخوفو فيكم، يا ما كاش منها كاع. هاو حزب الله، ها، قدروا له اليهود. أكبر جيش في المانوريو عندهم دنيا تكنولوجي ما قدرولوش، عطاهم طريحة في 2006 وخرجوهم في 2000، فهمت؟ ينقال تخسر دي باطاي بصح لاكير يفوت تربحها، بيرت اون باطاي سي با بيرت لاكير خويا، بالك ويلعبوا لكم بعقلكم يقول لكم ما كاش وكذا، هذه كاع خرطي. دونك هاد لا بروميير بارتي هادي هي اللي درتها
راكم غلطيت فيها. هذه باش نعطيكم نظره على الكذب اللي يقولوا لكم باللي هادو جاوا على الدبابات باسكو هادو حطوهم هادو انظمه وظيفيه كما يقول الحاكم الماطيري هذاك البريزيدون تاع رشاد. هكذا يقول لك باللي هادو حكام وظيفيين وكذا ومن بعد دخلوا سي كوا لي روا واشنو كيفاش قلبوا البروبليم من لي بيسونتر نتاع القوميه العربيه لونيون عرب حبوا يقلبوها اون لونيون اسلاميك سي تو تاع الاخر. روحوا ديروا دي ريشيرش هكذا باش تعرفوا واش قلت لكم هكذا ديروا حبحتوا كيفاش داروا لي كوديطا وعلاش وشكون هما اللي كانوا حاكمين في بلاصه في بلاصه كما يقولوا ابي لا شيب لومبير اوتومان شكون اللي حط هاد الحكام على راس الدول هادو هاد الملوك على راس الدول. هذه سي لا بريمير فاز باش نعرفوا باش نكونوا على بالنا علاش الانظمه تاعنا انظمه عسكريه كيفاش ان شاء الله نلحقوا لان سوليسيون باش تكون عندنا انظمه سيفيل سي سيرتان. هذه لازم نخدموا عليها بصح لازم نفهموا المشكل مليح باش نقدروا نافونسي. هكذا خاوتي اونكور لو ديبا اي توفير ان شاء الله مازال نزيد لكم لي فيديو دوزيام فيديو ان شاء الله غدوه غير غدوه صابون واحد كات فيديو ابوبري باش نديروا كاع لو تريك حتى اليومين هذا ربيع العربي كيفاش لحقنا وكيفاش درنا ورانا لاحقين كي اون فا ايسيي دوني اون سوليسيون على فان تاع لي فيديو ان شاء الله نديروا اون سوليسيون. هكذا خاوتي تهلاو في روحكم لي جان والسلام عليكم ورحمة الله. تربيت سالو.